السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صغاري، نبدأ على بركة الله درسا جديدا من سلسلة دروس عن بعد مادة اللغة العربية مكون القراءة. موضوع الدرس إن شاء الله هو جولة في البادية. أول شيء سنبدأ به إن شاء الله هو هذه الصورة. إذا لاحظوا معي هذه الصورة. إذا ماذا تلاحظون في الصورة؟ لاحظوا جيدا ماذا تلاحظون في الصورة. نعم أحسنتم، أول شيء ألاحظه هو المرأة العجوز. نعم ثم ماذا أيضا؟ أحسنتم حسن جدا، نعم إنه الطفل، طفل. نعم ماذا أيضا؟ نعم أحسنتم، النهر، إنه نهر. هذا أيضا لاحظوا جيدا. نعم الطيور، ثم هذا أيضا تلاحظوه. نعم هناك خرفان. نعم أيضا هناك مروج، مروج. ماذا أيضا هناك؟ أحسنتم هناك جبال. إذا نعيد، نلاحظ في الصورة مرأة عجوز، طفلا، النهر، الطيور، الخرفان، المروج، الجبال. نعم هناك فراشات، أشجار. نعم هناك منزل. أحسنتم حسن جدا. إذن بعد ملاحظتنا للصورة واستخراج مكوناتها سنجيب الآن شفهيا عن هذه الأسئلة. السؤال الأول، كيف هي الشمس؟ نعم لاحظوا جيدا الصورة، كيف هي الشمس؟ نعم الشمس مشرقة. أحسنتم الشمس مشرقة. نعم كيف هي السماء؟ كيف كانت السماء؟ السماء حسن جدا زرقاء. السماء زرقاء. ماذا أيضا؟ ماذا يفعل الطفل والجدة؟ نعم ماذا يفعلان؟ نعم أحسنتم يتحدثان، الطفل والجدة يتحدثان. إذا رأينا الصورة والآن لاحظوا معي عنوان الحكاية، عنوان النص، جولة في البادية. ما معنى جولة؟ ماذا تعني جولة؟ نعم إنها فسحة. نعم جولة تعني فسحة. وما معنى البادية؟ ماذا نقصد بالبادية؟ حسن جدا صغاري، إنها القرية. إذا جولة تعني فسحة، البادية تعني القرية. إذا نقوم ببناء بعض التوقعات. إذا في نظركم حول ماذا سيتحدث هذا النص؟ نعم حول ماذا؟ جولة في البادية. ربما سيتحدث النص عن الطفل يحدث أمه. نعم ماذا أيضا؟ ماذا؟ ما هو التوقع الثاني؟ الجدة تحكي للطفل حكاية. ربما سيتحدث عن الحكاية التي تحكيها الجدة للطفل. نعم ربما، ربما هذا النص الطفل يحكي لجدته عن المدينة. ربما أن هذا الطفل يحكي لجدته عن المدينة. أو ربما الطفل يصف لجدته ماذا؟ البيت. إذا صغاري بعد أن طرحنا بعض الفرضيات نمر إلى التحقق من هذه الفرضيات بقراءة النص. إذا جولة في البادية. في المساء عاد حسام من جولته في البادية وجلس يحكي لجدته، أشعة الشمس دافئة ومياه الشلال نقية، أعجبتني مناظر القرية يا جدتي، الخراف تمرح في المروج الخضراء، أعجبتني مناظر القرية يا جدتي، الفراشات الملونة تتراقص فوق الأزهار، ما أجمل مناظر القرية يا جدتي. إذا صغاري بعد أن قرأنا النص نمر الآن إلى أسئلة الفهم. السؤال الأول، ما اسم الطفل المذكور في النص؟ أحسنتم حسن جدا، اسم الطفل المذكور في النص هو حسام. سؤال ثاني، أين تدور أحداث النص؟
أين المكان؟ نعم حسن جدا، تدور أحداث النص في البادية. ثم السؤال الثالث، ما هي الشخصيات المذكورة في النص؟ نعم بعد أن سمعنا ما هي الشخصيات، حسن جدا، الشخصيات المذكورة في النص هما الطفل حسام وجدته. ثم الآن نمر إلى التحقق من الفرضيات التي طرحناها سابقا. إذا بعد أن استمعنا للنص، ما هي الفرضية الصحيحة؟ أحسنتم، الفرضية الصحيحة هي الطفل يصف البادية لجدته. أحسنتم صغاري، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. إذا قرأوا النص جيدا، وفي المساء إن شاء الله في الحصة المسائية سنقوم بقراءته واحدا واحدا. إذا إلى اللقاء، ونلتقي مساء إن شاء الله.